يتمكن من وضع حد لصمود فريقه السابق ويفتتح النتيجة. الدقيقة بعدها ورقة حمراء ارفعها الحكم في وجه اللي اضاف بها يسلمويه بالهدف الثاني تاع كسادة، وتعطي فكرة على برود الدم هذا اللاعب اللي برز بصفة خاصة وصنع الانتصار الثاني على التوالي الفريق ضد مستقبل مرسى اللي سجل هزيمته الثانية على التوالي في اول لقاء يعجز فيه خط هجومه على التهديف منذ بداية الموسم. كونغ بالراس يمهد يسلمه به على الطائر والبقية كرة في شباك الرتولي، والهدف الأول في اللقاء منذ دقيقة 16. يوسف نويبي وهذا هو الهدف الأول في هذه المباراة. زهير الذوادي توزيع يسلمه به من جديد على موعد مع الشباك يمضي الهدف الثاني. الفارق الوحيد وأن المويبي سجل المرة هذه بالراس، وثاني ثنائية لابن مستقبل مرسى السابق. مخدوم ينعمل جميع ايرينا الاول الموسم معناتها بعدها ايزيجي مر للمويهبي يتحصل على ضربه جزاء في العمليه هذه. البحث على الجماليه على اثر توزيع مسلم لينتهي اللقاء على انتصار باقناع الافريقي والاول مره على من دقيقتين، والمويهبي يتلقى كره مسلمي برود الدم كبيره وبطريقه مش غريبه على المويهبي يرفع الكره بحارس مرمى اسي سالوم يمضي هدف فيه برشا اذكى. بطبيعة الحال سلبا صفر ثم توصل الموسى بوكونغ التوزيع والهدف الأول، الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي عن طريق يوسف نبويبي، الهدف الأول هدف مبكر الدقيقة 25 ثانية، ويوسف نبويبي يسكن الكرة في الشباك أمامكم على الصورة. فرحة يعني لاعبي النادي الإفريقي بهذا الهدف، وهذه فرحة الأحباء. اذا هدف مقابل صفر في بداية المباراة الدقيقة الخامسة، الاعادة امامكم على الصورة. اذا يتلقى الكرة موسى بوكونغ امامكم، التوزيع نصف طاير ويوسف المويبي مباشرة، اعادة ثانية يلمس الكرة عمر على اليسار او في الرواق الايسر والكرة تخرج في التماس. هذه الكرة لحسين جابر لكن ياخذها ليوسف المويبي. يوسف المويبي على هجوم لصالح النادي الافريقي، مازال محافظ على كورته يوسف المويبي، هجوم خطير ويدخل اللاعب كريم العوض. هذا هو امامكم التغيير كما قلت في اللحظات الاخيره لهذه المباراه، كريم العوض ياخذ مكان يوسف المويبي صاحب الهدف. باليسار يوسف المويبي، يوسف المويبي يحمل الكره، يوسف المويبي يراوغ واحد وثاني ثم يرجع عليه، يرجع عليه المدافع ممتاز، يستميت لمويبي، يستميت لمويبي يواصل المراوغة. هنا فما تدخل يجب الانظار، فما تدخل قوي، فما تدخل قوي، إعادة تدخل رقم 11 توكو في، فما الورتاني والسلامي، التمهيد من الورتاني والهدف الثاني، الهدف الثالث لافريقيا. ورائع جدا، سيناريو ممتاز. 51 دقيقة يوسف المويبي تجازيها الكرة، تنصف الكرة، أفضل لاعب في لقاء الذهب. لمن لم يشاهد المباراة كاملة، قناة 7 بثت تسجيل المباراة، أهم لحظات المباراة الخميس الماضي في الشوط الثالث، لكن يوسف المويبي كان افضل لاعب في مباراة الذهاب، هو من يصنع الهدف الثالث في مباراة الاياب. ممتاز الهدف، ممتاز توقيت الهدف، ممتاز سيناريو للافريقي امام داسكو ديكارا التوكولي بالملعب الاولمبي بالمنزل في صاحب الهدف الثالث امامكم في الصورة. لاعب جونيور اوزاكي ممتاز المراوغة، اسامة السلام ينطلق من اليسار يوزع، والرابع والحارس ادوي اسوفا امام يوسف المويبي، فرصة هدف رابع لو تسجل يكون ممتاز جدا. السلامي في اتجاه المويبي ينطلق كجناح ايسر يوزع، والرابع وسام يحيى هدف البطولة بالنسبة للافريقي، يتمكن من
ويسجل الهدف الرابع في 70 دقيقة لعب، 4-0 الافريقي، وثلث النتيجة في بداية الشوط الثاني عن طريق المويبي، ثم يربع عن طريق وسام يحيى، 4-2 باحتساب مباراتي الذهاب والاياب، نتيجة مطمئنة جدا ترشح الافريقي للدور القادم بالملعب الاولمبي بالمنزه، 4-0 ممتازة جدا عن طريق وسام يحيى، لما ينطلق المويهبي من اليسار ويوزع المويهبي ويكون الهدف الرابع، افضل لاعب في صفوف الافريقي في الذهاب واحد افضل. يترك الكره لخليل شمام، خليل شمام والتغطيه ممتازه من يوسف المويهبي، شوف اللياقه البدنيه ليوسف المويهبي وايضا التغطيه، واضح درس تكتيكي بالنسبه للنادي الافريقي. يعني في الكره تبقى ليوسف المويهبي، يوسف المويهبي كمان الزعيم، ثم أليكسيس العواضي لوسام بن يحيى يصوب، الحارس يرجع الكرة لمويهبي في المتابعة يسجل الهدف الثالث والسادس ليه في البطولة، 3-0 للإفريقي في 27 دقيقة، وسيناريو من أحسن ما يكون لزملاء الورتين. وذي حلاوة الكرة يظهر لي، ما حابش يزفر الأربيتر، شو نعمل؟ صحيح صاحبي وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، يوسف المويب مع صعود أليكسيس موندومو، يوسف المويب إلى أليكسيس، 1-2 مع يوسف المويب، المويب جاي من الريف، يوسف المويب يدخل المنطقة يسدد فوق المرمى، تسديدة من يوسف المويب فوق المرمى، أول فرصة للنادي الإفريقي بعد 12 دقيقة على انطلاق المباراة، كانت سريعة، 1-2 تبادل كوما وسام بن يحيى، والحكم يخلي اللاعب يوسف المويب. لمويهبي يبعث لمويهبي، يوسف لمويهبي، يوسف لمويهبي يفتح زاوية التسديد يسدد، واو على العرض، تسدي عبد الرحمن بعبور بعد ما اصطدمت بالعرض، تصطدم بالعرض تسديدة يوسف لمويهبي، نعدل النفس كانت مقوسة، تسديدة محمد الميلادي ترجع بسرعة من النفس في اتجاه لمويهبي، لمويهبي وزن لوجه والهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، يوسف لمويهبي كورة مباشرة من عادل النفسي يروضها بالصدر، يلقى روحه وجه لوجه مع مكرم دبوب، يسدد تحت العارضة في الزاوية 90 ويسجل الهدف الثاني للنادي الافريقي في توقيت 76 دقيقة لعب، 76 دقيقة لعب، تجيب الهدف الثاني للنادي الافريقي، الانذار ليوسف المويهبي، الانذار ليوسف المويهبي، 76 دقيقة لعب، النادي الافريقي يسجل الهدف الثاني، شوف الإعادة، يوسف المويهبي تحت العارضة، هي في الحقيقة لمسة العور بن يحيى، ليوسف المويهبي أمامه عبد السلام بوحوش، والتغطية والامتياز لعبد السلام بوحوش، يفتك يوسف المويهبي وتغطية من جديد البوحوش ليرتكب الخطأ، لأني خديته بالعين ودافع ترشي شمشيز عبد السلام بوحوش، قلت مباراة دون أخطاء للمدافع السابق للنادي الإفريقي ومدافع ترشي شمشيز الحالي عبد السلام بوحوش، ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، المويهبي حكم يخلي اللعب بما انه مطالبه بلمسه يد لكن اعتبرها عفويه، يوسف المويهبي، المويهبي متابع من معرف، يبعد على معرف، اولى وثانيه ممتازه من يوسف المويهبي، اولى وثانيه على وسام معرف ويربح تماس، يربح تماس، ممتاز يوسف المويهبي اللي بالمناسبه نذكر انه مدرب المنتخب الوطني او الاطار الفني للمنتخب مشهور الحمد لله. شفتوا الاولاد الكل لعبوا ماتش كبير اليوم، لو انه ما لعبناش مقابله كبيره في المستوى الفني خاطر كان علينا ضغط كبير كبير برشا، شوفوا نلعبوا اليوم قدام 60,000 متفرج مش سهل، ونقبلوا بونتو الحمد لله، قعدنا في مخاخنا حاضرين، الجمهور ما تخمرش بلغه الكره نقولوا، قعد صابر، قعدنا صابرين الحمد لله، توصلنا باش نعادلوا البونتو الاول اللي سهل لنا ثنيه، جاء البونتو الثاني والحمد لله. يوسف صدق ساعة ولا ما زلت ما صدقش؟ عليه خي نحن أبطال تو عليه واحد ما يصدقش،
شخص شاهد ل 12 انتصار في ظروف صعيبه متنسى زاد الفريق راهو في الاسابيع الاخرى السلامي ما كانش موجود اللي هو لاعب روبير وعنده قيمه من جديد بطبيعه. سمحلي يعني نرجع لك مع هاي الصور نتاع رفع على النادي الافريقي لرمز البطوله كل اللاعبين لسعد الورتيني يوسف المويهبي ونبقاو مع الصور هذه. المويبي في صنع اللاعب اليوم في تشكيلة النادي الافريقي مازال محافظ على كورة يوسف المويبي ينطلق يوسف يلحق زهير الدوادي كذلك يوسف المويبي يوسف المويبي أرضية والهدف الأول هدف مفاجئ هدف الأول كان كرة مباشرة من يوسف المويبي تو نشوفوا العملية أكيد باش نشوفوا إعادة للعملية يوسف المويبي حقق الهدف الأول في دقيقة 16 من هذا الشوط الأول هدف أول لصالح النادي الإفريقي خالفة مباشرة ممكن اصطدمت بأحد اللاعبين باعتبار وأن الحارس أيمن المكوثي خاف في مكانه إعادة للمخالفة نشوفوا إعادة أكيد إعادة والكرة ممكن اصطدمت فعلا اصطدمت بجدار الدفاع وغلطت الحارس أيمن المكوثي إعادة مرة أخرى للمخالفة يوسف المويبي أرضية اصطدمت في المكان المناسب هجوم عكس يوسف المويبي مع حاتم البجاوي يوسف المويبي ينطلق يوسف المويبي تخير إن شاء الله جونيور بالروح والإصرار ومواصلة العمل يتسرح أكثر نعرف أنه لاعب كبير مثل درامون تراوري العام الأول في النادي الإفريقي ما مشاش بعد حكاية تأقلم حكاية كرات توصل وحكاية ثقة حكاية جمهور حكاية تأطير مشى درامان ولو أنه أيضا لا أناقض نفسي بالمقارنة مع تعليقات سابقة طبعا كل لاعب والرجيستر متاعه ولعبه كل واحد وتمركزه أو تمركزه وكل لاعب وإمكانياته لأنه ثنائي قاري إفريقي وثنائي عربي بينما كورة السلامي فرصة للثاني مش معقول ضاعت المويبي يوسف المويبي ممتاز فخطأ وضرب جزاء 55 عليك يا مويبي يوسف الموهوب يوسف الموهوب يوصل المطلوب في 20 دقيقة لعب كارتون 3-4 وإذا تسجل الثاني الآن استنى حتى 5-5 هدف ثاني يسخن النادي الإفريقي من ركلة جزاء في أنغولا اللي يحب يمشي للنهائي الإفريقي من السي اس اس أو السي الباشتوبجي عم مراوغة لمسة واحدة الباشتوبجي ممتازة جدا هرب المويبي المويبي يدخل منطقة الجزاء يوسف المويبي فرصة المويبي جميلة جدا والكل آخر لحظات الشوط الأول إذا نقول نتيجة ممتازة نتيجة ممتازة مع أداء مقنع في هذا الشوط هذه الكرة بذكاء كبير لكن ماذا تريد النادي الإفريقي يلعب بهدوء مرتاح نتيجة 2-0 لقاء ممكن نقول سهل أمانة وتمشي الكرة الكنترول ممتاز جدا برافو المويبي المويبي حاول يتعدى جميلة جدا جوزيف يلعب كرة أولى يلعب كرة ثانية يوزع الدفاع دور يجري وثلاث نقاط فقط ستضمن الصدارة بالكرة براج المويبي 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 ضرب جزاء ضرب جزاء للنادي الإفريقي ليكس فايف ليكس فايف عملها ليكس فايف جابها يوسف المويبي ينطلق يضغط على المدافع يجبر المدافع للحرس على الخطأ ويوسف المويبي في الدقيقة 31 يمكن الإفريقي من فرصة هاني سعيد أمامكم الصورة أمامكم اللقطة أمامكم العرقلة مع الإعاقة ما فيش كلام ما فيش كلام ضرب جزاء للنادي الإفريقي في الدقيقة 31 المويبي ليكس فايف مشى ليكس فايف أهرب ليكس فايف ما ضربش لكن يضرب بركلة جزاء